انت وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. صار يمكن تاني مرة أو تاني مرة تالت مرة بيجي على مصر، أكيد سياحة. هاي أول مرة بورد فيها بمصر. المشروع طلع، يعني نحن عادة نور بالفاشن ويك بباريس، صرنا أكتر من 10 سنين تقريبا. هيديك الموسم بلشنا نرجع نعرض ببيروت، ومن فترة طلعوا بفكرة نعمل شيء خاص ببيروت وبمصر، وحسيت الفكرة كتير حلوة، لأن مثل ما نحن بنحس بلبنان أنه دائما بس نعمل عرض بنقول انه مع كل مشاكل اللي عايشين فيها نحن بعدنا شعب عنا طاقة نعطي فن، نعطي كل شيء. حسيت انه كمان حلو نقول انه كمان بمصر بعد العالم كله عايش وبيصر وبيطلعوا في فاشن ويك وفي كل شيء، فحسيتها فكرة حلوة. انا كنت رئيس لجنة الحكم امبارح كرمال اليونج ديزاينرز اللي كانوا موجودين، اكيد تبعتهم، تبعت حتى في عندي تبعت حتى مصممين مصريين اللي لقيت في اشياء حلوة كتير عندهم. بطل في شيء اسمه بالعالم ذوق ولا ما في ذوق، صار في عنا كل ديزاين عنده ستايل تبعه، العالم بتقرر مين بحبه وليش، وحسب كل واحد شو بحس هو شو بيلبق له. ولا كان شيء حلو لحد هلا، التنظيم كان كتير حلو. اليوم رح نقدم كولكشن ملفة من 30 فستان فيهم 3 فساتين فرح. بالكولكشن في فساتين انعرض بالفاشن ويك تبع باريس للشتاء 2016-17، وفي كم فستان تقريبا 7 فساتين عملوا بس كرمال مصر لمصر. رح يكون في عنا اكيد الوان ذهبي وفضي كتير، في عنا اخضر، في عنا بوردو، رح يكون في ابيض بالكولكشن. الشك ما كتير في شك، في قماشات غريبه شوي اكتر، يعني شغالين على قماشات شوي فيها فن اكتر من انه بس نشك بالكريستال او بالاحجار. فساتين طويلة تقريبا رح يكونوا طاغين على الكوليكشن، والقماشات رح يكون في عنا كاشيتي، رح يكون في فرو، رح يكون في عنا جلد، في عنا مخمل، بالإضافة للإشي اللي بحب أشتغل أنا اللي هي المسنين والدونتيل. البرايد هي أصعب شيء دائما عند حياة المصمم، لأن البرايد بتجي بدها تكون هي يونيك، شخص عروس بالنهاية. بأكتر شيء بلاقي صعوبة أنا مع البرايد تبعولي، لما بتعمل شيء يونيك لإله. هالموسم قدمنا 3 فساتين لأن حسيت إنه في أكيد كلهم أبيض، في واحد منهم في بلبو زهر، والبين 3 فساتين بيض مع طرحات طويلة. هلا ما بقى عنا شيء، لأن هلا بلشنا نحضر فاشن ويك بباريس تبع جانيوري، بآخر جانيوري في الفاشن ويك تبع باريس. بقى مجبورين هلا، بلشنا من هلا عم نحضر ببيروت، بقى عم نحضر الكوليكشن لإله. انت وبس. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوشة الإعلامية انت وبس.com.